استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة ظهر اليوم أعضاء مجلس الفجيرة للشباب الذراع التنفيذية لمجلس الإمارات للشباب في الإمارة، وطلع سموه على خطط عمل المجلس ومبادراته مشددا على أهمية أن تصب أهداف عملهم في خدمة استراتيجية العمل التي تنتهجها الدولة في مختلف المجالات. وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة اهتمام الحكومة الرشيدة بإعداد الكوادر الوطنية الشابة المؤهلة بوصفها القوة الرئيسية في عملية التنمية الشاملة وهدف خططها الاستراتيجية.